الشهرين والقوانين الموجودة بناحية الانتخابات لم يتم إيقافها، وأيضا مجلس الأمة التركي أي الانتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان هي سارية المفعول، ولم تقم وزارة العدل بإيقاف الفترات الزمنية. أما بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ في الولايات العشرة وللمحاكم والقضايا الموجودة تم إيقافها لفترة شهرين بشكل مؤقت، بالنسبة للمحامين الموجودين في المناطق التي تم إعلان حالة الطوارئ فهي مفتوحة. أما بالنسبة للولايات الأخرى فالأمور سارية المفعول، هذا بالإضافة بالنسبة للمحامين الذين يقومون بمتابعة قضاياهم خصوصا في هذه المناطق خلال شهر سيتم إيقافها. أما بالنسبة للمقيمين في الولايات التي لم يتم إعلان حالة الطوارئ kan veya kayın ısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların والمتضررون والمنكوبون بعد إجراء التقييم الكامل للخسائر الموجودة في حال توجههم إلى هذه الولايات أيضا لفترة شهر. أيضا هنالك العديد من القوانين التي لم يمكنني أن أعدها، تم إيقاف هذه القوانين والقرارات. السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، بالنسبة للنشل والسرقة ستكون عمليات الاعتقال والإيقاف لمدة يوم ومن ثم لأربعة أيام وفق حالة الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية. هذا بالإضافة بأن النواب والمدعون العامون والقضاة سيقومون بمتابعة أمور النشل والسرقة ومتابعة أمور المتهمين والمشتبهون فيهم في هذا المجال. بعد إجراء التقييم الكامل بزيادة أو إطالة الفترة من شهر إلى شهرين لمرة واحدة فقط. أما بالنسبة لداخل الولايات التي تم إعلان حالة الطوارئ فيها فهناك بعض المحاكم الإدارية والمحاكم الأخرى ووفق القوانين والقرارات 4/120 على جيم. القضايا المفتوحة في هذه الفترة أو التي كانت مفتوحة ومستمرة